196 قائمة مسحوبة حرة، هذا اسم قائمة مستقلة، و42 تشكيلة سياسية سحبت الآن. ولكن اللي رجعت الآن هني قلت لك 16 بالنسبة للتوقيعات، فيه واحدة للإيداع الأمس، والآن هاو في هذه اللحظات هاي قائمة أخرى، هاي هنا سلمت الملف تاعها وراه في الدراسة للإيداع، جات للإيداع، ومازال أخرين أخذوا حابين يجوا بلغوا باللي جايين. يدرس الملف وتفحص، تدرس ملف القائمة، ملف الشخصي لكل مترشح، ليفصل فيها إذا ما رفض يبلغ الرفض، قرار الرفض، قرار الرفض الذي يجب أن يكون قرارا معللا تعليلا قانونيا واضحا وصريحا، يبلغ هذا القرار الرفض المعلل في مهلة 8 أيام على الأكثر. إذا تعدى هذا الأجل ولم يبلغ، هذا يعني بأن الملف مقبول. بعد التبليغ يجوز للمعني بالرفض القائمة أو المترشح أن يطعن في القرار الرفض الذي أصدره منسق المندوبية الولائية للسلطة، وهذا في أجل حددها القانون بثلاثة أيام. أين يطعن؟ يطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. يجوز كذلك الطعن في حكم المحكمة الإدارية في مهلة كذلك 3 أيام للمعني، لا يجوز له أن يطعن، ويرفع الأمر، يطعن بالاستئناف، يرفع الأمر إلى مجلس الدولة، هو في حقيقته في القانون إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية، ولكن ريثما تنصب هذه الهياكل القضائية الجديدة هناك حكم انتقالي برفع هذا الطعن أمام مجلس الدولة. ولمجلس الدولة بعد ذلك كذلك مهلة 4 أيام للفصل في هذا الطعن، ويكون قرار مجلس الدولة في هذا الشأن نهائيا، لا يقبل أي طريقة من طرق الطعن، ويصبح واجب التنفيذ على الجميع. بعد إعلام الترشح من يوم إيداع القائمة بالمندوبية، تصبح هذه القائمة غير قابلة للتغيير، إلا إذا كانت القائمة إلا في حالة الوفاة، في حالة الوفاة وشريطة أن لا يكون أجل الإيداع اللي هو 22 على الساعة 0 قد انتهى. قبل هذا ممكن التغيير، إدخال تغيير على القائمة. أما بالنسبة للمترشحين في حالة رفض ترشح ما، يبلغ، ويجوز استخلاف المترشح المرفوض بمترشح آخر، ولكن ثاني كذلك بشرط أن يتم ذلك قبل 25 يوم على الأقل من تاريخ الانتخابات.